قضية الصحراء الغربية هي قضية ذات طابع دولي لكون أنها من المستعمرات المسجلة ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة، وهي قضية معترف بشرعيتها من قبل العديد من الدول. فكل من الأفراد الذين قد لا تساوي تصريحاتهم مقدار ذرة هم أحرار، يعني في التعبير عن مواقفهم الشخصية، لكن هذا ليس له أي من الوقع على مواقف الدول وكذلك على المسؤولية العالية التي تتناول بها الأمم المتحدة هذه القضية.